بعد أن تجاوز أكثر من 100 مليون مستخدم، هل تطبيق ثريدز سيقضي على تويتر؟ خلونا نعرف آراء الناس. دهمناك في اجتماع؟ لا أبداً، خذ راحتك. طيب عندي سؤال لك، أنت مع تويتر ولا ثريدز؟ أنا من جماعة تويتر، ناوي أدخل ثريدز لكن قاعد يعني لسه ما دخلته، وقاعد أحاول إني أقاوم الزخم اللي صاير يعني بين الناس اللي موجود. إذا كان في قرارات في شيء مهم أبي أشوفه من قرارات الدولة مثلاً أدخل أشوفه، لكن كاستخدام مو من التطبيقات اللي أستخدمها. ممكن يعني ألقي نظرة للثريد، لكن تويتر يعني تأقلمنا معه. لا ما سجلت فيه ولا فكرت أسجل فيه، لأن مرتاح في تويتر صراحة من 2011 حسابي في تويتر إلى الآن. تويتر أفضل بالنسبة لي، لأنه هو في حاجات كتير الواحد بيتابع بينها على تويتر. كل حتى الدوائر الحكومية الآن يعني أخذ حيز في تويتر. ما أشوف إني أترك تويتر والله، ما أقدر. سجلت فترة؟ لا والله لا الحين، حتى ما أتوقع إني حملته إلى الآن، والله ودي أجربه. أنا ما سجلت فيه صراحة، وتوها معلومة جديدة بالنسبة لي، لكن تويتر حلو. ليه وش فيه يعني تويتر؟ ما جاب بالي ولا أعرف أصلا، ما عرفت فيه إلا اللحظة هذه. أي برنامج جديد يطلع مستنسخ من برنامج آخر يكون فشل. لا ما لحقت التحديثات هذه الجديدة. والله أنا أعتقد إنه إيلون ماسك حيخرب تويتر يعني على بعض قراراته، لكن نشوف إيش المستقبل يخبي لهذا البرنامج اللي أعتقد في وقت من الأوقات راح ينتهي. لا يعني حس تويتر هو الأول. كل شيء متوقع يعني، ما في شيء ممكن يستغلوا نقطة معينة يصير مشهور، بس هو إيلون ماسك يعني خارب الدنيا بما فيها.